ومهندسين كتير معرفوش بس هم عارفين اسمها. ورقم ثلاثة، ازاي تبقى مهندس موفر مش مهندس والسلام؟ اللي يفرق عن مهندس ومهندس، مهندس بياخد 1000 جنيه وانا باخد 10 جنيه، ان انا ازاي اطلع نفس المبلغ بتاعي بنفس كل حاجة بس انا كلفني مليون وغيري كلفني 900000. ال 100000 ده رقم، وانت كده كده بتاخد مين مثلا؟ يعني انت بتعمل تعاقد، يبقى في حاجة اسمها التكلفة المبدئية للمشروع كذا، انا هقدر اطلعه باقل. الفرق ده انا هاخد منه نسبه ايا كانت، لان الفرق ده انت عشان تاخد منه نسبه انت هتتعب عشان تقدر توفر وتطلع المبنى سيف. شوف دروينج، بعد ما بتطلع لوحه التندر دي يجي لك انت كمهندس تنفيذ في الموقع العامل مش عارف ايه، يا اما انت معاك بقى عامل ابن حلال شاطر يمسك اللوحه دي ويشتغل منها، وده نادرا احنا في مصر، ده نادرا نادرا جدا. يجي بقى يقول لك طب انا مش عارف احط العمود ده بس، انا مش عارف القعده دي احطها من انهي عكس. يجي بقى بتاع الشوب دوم ده يقول له لا انت حكتك بطلت، انا مين الزعيم عندي في الموقع؟ عندي النجار وعندي الحداد الاثنين الكوماندر بتاعي. عامل النجار مش عايز مني غير ابعاد واطوال، ليه؟ هرص الخشب بتاعي ازاي هندسه؟ يبقى هو عايز مني ايه؟ عايز مني ابعاد. ده اللي هيحصل. رحت المحاور الاعمده انا هاخد دايمنشن من المحور ده للمكان ده عشان اقدر اقول له انت هتاخد دايمنشن من هنا هتمشي المكان الفلاني وهتمشي من هنا المسافه الفلانيه عشان تلاقي النقطه دي اللي انت هتبدا بيها العمود بتاعك اللي هتبتدي تحطط. يبقى اللوحه بتاعتي بخليه الراجل ملوش حكه، ده مين؟ ده النجار. يجي لك الحداد عايز منك ايه؟ عايز منك الاطوال، اطوال الحديد. يا هندسه دلوقتي انت جايب لي قضيه طن مثلا 20 30 طن، انا هقطعه ازاي؟ هاخد السيخ، هاخد السيخ طبعا طوله 12 متر، هرمي السيخ 12 متر واقعد بقى نجري ورا السيخ.